نقل السفراء العرب المعتمدون في المملكة إلى صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر تهاني دولهم بذكرى ميلاد سموه وتمنياتها لسموه بالصحة والعافية والعمر المديد لمواصلة مسيرة النهضة والتقدم بمملكة البحرين. وقد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الاعتزاز بالمشاعر الأخوية الصادقة التي أبدتها الدول الشقيقة تجاه سموه، وكلف سموه السفراء الخليجيين والعرب بنقل تحيات سموه لقادتهم ورؤساء حكومات دولهم. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم السفراء العرب في المملكة، يتقدمهم سعادة الشيخ عزام مبارك الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة عميد السلك الدبلوماسي. وخلال اللقاء استعرض سموه مع السفراء عددا من التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المتزايدة التي تمر بها المنطقة، والتي تشكل تهديدا لأمن واستقرار الدول العربية وتعرقل جهودها على صعيد التنمية والازدهار. وقال سموه: إن المنطقة تمر بمرحلة خطيرة ودقيقة في تاريخها المعاصر، وهناك قوى لا تريد لدولنا وشعوبنا الخير والتقدم، وغايتها أن تنتشر الفوضى، ولكن وعي الشعوب كفيل بإحباط كل ذلك. وشدد سموه على أن العالم بات اليوم لا يعترف إلا بالتكتلات، وأن دولنا العربية لديها من الإمكانيات والموارد الطبيعية والبشرية ما يمكنها من أن تفرض وجودها وقوتها على الخريطة الدولية إذا ما توحدت الرؤى وتكاملت المواقف. وقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء: إن الله عز وجل حبى دولنا بثروات كانت ولا تزال مطمعا للعديد من القوى، وعلينا أن نكون على درجة عالية من الوعي واليقظة، وأن نكون أكثر استعدادا في مواجهة كل مخططات إضعافنا وإشغالنا عن تحقيق تطلعات شعوبنا نحو التنمية والبناء. وأكد سموه على ضرورة تبني رؤية عربية موحدة تعززها استراتيجيات للتعاون في مواجهة خطر الإرهاب وتجفيفه من منابعه، فالإرهاب هو العدو الأكبر للحياة. ونوه سموه إلى أهمية تكثيف اللقاءات بين قيادات الدول العربية من أجل توحيد المواقف والتنسيق المشترك تجاه كل ما تتعرض له دول المنطقة من تحديات. وأشاد سموه بالدور الذي يقوم به سفراء الدول العربية لدى المملكة في تعزيز التعاون بين مملكة البحرين ودولهم في مختلف المجالات، متمنيا سموه لهم النجاح والتوفيق في أداء مهامهم الدبلوماسية. من جانبهم أعرب السفراء العرب عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يبديه سموه من اهتمام دائم بتدعيم أواصر التعاون العربي المشترك والنهوض بمستويات الشراكة العربية في كافة المجالات، مشيدين بما يتمتع به سموه من حكمة ونظرة ثاقبة تجاه مختلف الأوضاع في المنطقة وما تواجهه من تحديات، مؤكدين أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من العمل العربي المشترك الذي يعزز من جهود الدول العربية على صعيد التنمية بمختلف أبعادها.